بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الجزء الثاني من الرقية، وينبغي على كل مبتلى أن يسمع الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث، وأن يكون على وضوء، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. هكذا انتهينا من الجزء الثاني، ولكني أذكركم، ينبغي أن يكون المكان نظيفا عند سماع القرآن أو عند تلاوة القرآن. ينبغي للرجل أن يمس الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت كرة عيني في الصلاة. ينبغي أن يكون رجل دائما صاحب رائحة زكية، والمرأة صاحبة رائحة زكية في بيتها، في بيت زوجها، فإذا خرجت فلا تضع أي رائحة. ينبغي أن يكون بيت نظيفا، لأن الجن يكرهون النظافة، والملائكة تحب النظافة، تحب الرائحة الطيبة، والجن عكس ذلك. لذلك بيوت الجن هي
الحمامات، نسأل الله أن يعصمنا منها. وأذكركم ونفسي بالأذكار، وخاصة عند دخول الحمام، وألا يجلس الأولاد مدة كبيرة في الحمام، ولا تجلس النساء مدة كبيرة في الحمامات. ونقول عند الدخول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وندخل بأرجلنا اليسرى. هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا وإياكم بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. جزاكم الله خيرا.